جاء في تقديمي من ذكرياتي للخصبجي نغم يردد صداه عالمنا الموسيقي. كان هذا النغم نشازا قبل أن يثقله الزمن، كان أزهريا وعطشجيا وصفاف حروف، ثم غدا عازفا وملحنا ومطربا إذا ألحت الظروف. أما كيف أصبح هذا المكافح فنانا مكافحا فدون المرحلتين تعب وكد ودموع، وبينهما حياة فيها العظة وفيها البسمة. عزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة الأولى من 5 حلقات، حيث يروي لنا الموسيقى الراحل محمد خصبجي من حياته الحافلة فصولا من ماضيه كما وعدته ذاكرته. وكانت هذه الحلقات بعنوان من ذكرياتي، وهذه الحلقة الأولى من عدد مجلة الكواكب بتاريخ 12 يناير كانون الثاني عام 1954، ولحظات مفيدة وممتعة. كتب محمد الخصبجي: كنت وحيد أبي من الصبيان، فقد أنجب بنات كثيرات ولم يمن الله عليه بسواي من الذكور، ومن أجل هذا كنت أشعر وأنا لم أتجاوز 4 من عمري بعد بأني مدلل، فتعلمت الشقاوة شيئا فشيئا حتى أصبحت أشقى ولد في الحارة، بل في اعتقادي أنني كنت من أشقى أطفال العالم. أنا الذي أبدو اليوم أكثر هدوءا من ماء الترع الراكدة، وأكثر خجلا من عذراء القرن 19. وأدخلني أبي الكتاب لأحفظ القرآن، وحفظته عن ظهر قلب، فأنا صمام كما يقولون. وقبل أن أدخل الأزهر شعرت بموجة من الشقاوة ذات طابع جديد، أحسست بأنه لا بد لي من أن أكتشف خفايا الساعات وعقاربها وكيف تسير سيارات اللعب. فبدأت في تحطيم كل ما يقع تحت يدي منها، حتى حطمت ساعة الحائط في منزلنا. وعندئذ أحسست بيد أبي تلهب جسدي بالصوت، فالساعة عنوان الأناقة والرخاء في المنزل المتواضع الذي نعيش فيه، وضياعها معناه رفع لافتة الرخاء، وهو ما لم يكن يرضاه أبي لنفسه ولأسرته. وكانت هذه الغلطة أول غلطة يعاقبني عليها أبي، فتمتد يده الرحيمة إلى جسدي الصغير. ومضت الأيام ودخلت الأزهر بعد أن ضج آباء جميع الأولاد في الحارة من شقاوة محمد ابن الشيخ القصبجي. وأحس أبي أن عبئا ثقيلا قد انزح عن كاهله بدخول الأزهر، لأن الحارة راقت كما يقول، ورأيت أن دروس الأزهر لا تستاهل مني التفرغ، فهي 3 دروس فقط: درس في صلاة الفجر، ودرس بعد صلاة الظهر، ودرس بعد صلاة العصر. إذن أنا فاضل من الصباح إلى الساعة 1 بعد الظهر، فماذا أفعل؟ اشتغلت عطشجي. لقد كنت في الحقيقة متقلا بدروس اللغة العربية ودراسة الفقه والمعاملات، وهي تشمل الزواج والطلاق والبيع والشراء. ومع ذلك فقد رأيت أن أستفيد من وقت الفراغ، وكان أبي رجلا فقيرا، وكنت أحس بحاجة إلى النقود لكي أشتري كتبا ولعبا. فأشار بعض الأصدقاء علي بأن ألتحق بمصلحة السكك الحديدية، وكان العمل فيها من 8 صباحا إلى الظهر، ووفقت لأولادي الحلال الذين توسطوا لي، فعينت عطشاجي في وابورات المصلحة بأجر يومي قدره 8 قروش صاغ لا غير. ولقد كان فرحي بهذه الوظيفة عظيما، فقد أتاحت لي ركوب القطارات ومشاهدة السائق وهو يقودها، ورؤية العمال وهم يفكون الصواميل وينظفون الآلات والأدوات. ولكنها فرصة لم تتم، فقد رأى في رئيس السائق نباهة ورغبة في العمل،
فأسند إلي مهمة تلميع القاطرة وتزييت المواسير، وعرفت موضع الباكم ومقر النفس، فغافلته وحركت القطار وسرت به بلا استئذان، وصرخ الناس وانقلبت الورشة رأسا على عقب، ولم أهتم بل ظللت أسوق القطار كأي سائق محترم مسافة 50 مترا إرضاء لرغبة الملحة في تسيير القطارات، حتى أدركني السائق ومن معه وانهال علي ضربا، وكانت النتيجة أن طردت من العمل. ولم أحزن، فقد أرضيت رغبتي في تسيير قطار حقيقي. في عالم الحروف ومضت الأيام، أحسست مرة أخرى بأنني فاضي، وبدأت أبحث عن عمل جديد أضيف به معلومات إلى ذهني. وكانت إلى جوار منزلنا مطبعة، فالتحقت بها لأتعلم الطبع وصف الحروف بأجر يومي قدره 5 قروش صاغ، وتعلمت الجمع والطبع وأحسست بالراحة لأنها مهنة لطيفة، ولكن أبي أخرجني منها خوفا علي من الاندماج في هذه المهنة وترك الأزهر، فأحرم من أن أكون مدرسا يشار إليه بالبنان. أتقنت العزف على العود، وكنت أحترم أبي فلم أرفض له الطلبة، وتركت صناعة الطباعة وعنيت بدروسي في الأزهر. وهنا ظهرت هوايتي للعود، فقد عزفت عليه دون أن أتعلم، إذ راقبت أبي وهو يعزف وفعلت كما يفعل، وانكببت على العود ليلا ونهارا حتى أتقنت العزف عليه، وأحسست بأنني قاهر زمانه، فلم يعجبني عزف أحد ممن كنت أطرب لعزفهم حتى أبي، وكنت إذا رأيته ممسكا بالعود تركت المنزل وهربت، فقد أحسست أنني فوق هؤلاء جميعا. وعندما بلغت 14 من عمري كنت فعلا عازفا ممتازا. أحببت أنا طفل، ولم يخلو قلبي الصغير من انفعالات الحب، وأنا في 7 من عمري فقد أحببت وأنا في هذه السن. فحين كنت في الكتاب كانت تجلس إلى جواري تلميذة أكبر مني سنا، فأحسست نحوها بحب شديد، ورأيت أن أكون موضع احترامها حتى بالقوة، فضاعفت اهتمامي باستذكار دروسي وأداء واجباتي حتى اختاروني ألفة على الفصل كله، وبذلك فرضت رقابتي وإرادتي على تلاميذه ومن بينهم الحبيبة. وقد بادلتني حبا بحب، ولكنها كانت أكثر فهما لمعنى الحب مني أنا. وكنت أذهب إلى منزلها في كل يوم جمعة مرتدفا أنظف جلباب وممشطا شعري، ومعي 3 قروش صاغ لشراء الخلطة، وهو قرطاس كبير مملوء باللب والفول والحمص والبندق وكنت في الفصل أوترها بأفرخ النشاف الجديد وأقلام البسط المبرية جيدا، وظللت أحبها حتى خرجت أنا من الكتاب، ولم أعد إلى اليوم أعرف لها مقرا، لعلها الآن زوجة وجدة لعشرات الأطفال أمثالي وأمثالها حينئذ. فإليها تحية مني من القلب العزيز الذي قضى على نزقه الزمن. وفنان الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية، وحتى لقاء آخر مع قصة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.